السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. لقيت عافية؟ تمام الله. ده برتقان جبل مرة؟ ده جبل مرة. ده بسرة؟ ده بسرة ده. كيف الأحوال؟ تمام الله. أه السوق كيف؟ الله يسوق تمام 100%. بس يومين ده عندنا التقطيط بتاع شوارع الناس مالية. يعني من إنه نفطوا لهم شوارع. فتانا لهم شوارع وتاني خمان جونا بخبر جديد بإنه في السوق أي زول في محله يام الشمسية. طيب ده ما كلام كويس؟ كلام كويس هاي بانه للمنصر، لكن بالنسبه للخضار والحاجات دي الشمسيه ده ما بتخيل لنا. نجيب لهم قماشات نظيف، زول في محله يكون مال نظيف وقماش يكون نظيف ما عنده وساخه 100% بخيل لنا، لكن بالنسبه للشمسيه ده ما بخيل لنا. هسه وضع السوق كيف؟ الناس قاعدين يجوا يشتروا؟ السوق ده 100%. الموسم الزراعي كيف السنه دي؟ موسم الزراعي ده والله السنه دي شويه كده بطال، يعني ما زي زمان يعني. ليه؟ سبب شنو؟ والله برضو بس يعني كل الأمر لله، يعني كل ما إنسان رجع لله أمور بتصلح، لكن السبب بأنه يعني الشعب السوداني بقى هاوس، ما بتعتبر بأنه ده أنا مسلم ولا ده، يعني ما بخدر نفسه بأنه أنا مسلم، يعني كل الحاجات تعبان يعني. أصل الأوضاع في الفاشل السنة دي كيف مقارنة بالسنوات الفاتت؟ يعني حودا كاب مرة واحد تلقى أي لفة حرامية بقابزوا في الناس وخيرة، يعني بلد بقى ما فوق أي همني. يعني زمان يعني شمال دارفور كان أحسن ولاية، لكن هسه يعني بقى أخب ولاية في الله. بالنسبة للحرامية، بالنسبة للأسواق ذاته تعبان، كله يعني بقى تعبان. الحرامية دي يعني حرامية الشعب اللي بيجي السوق هنا ولا عصابات بتيجي تم؟ والناس كم خاشب الشارع في جيبك تلقى حرامي قاعد وراك، تو كيف عربيتك برا تلقى حرامي قاعد بفطا فيه، يعني البلد بيجي ما فوق هم. ما في في انفلات امني في البلد. السلام عليكم. واسا ناس الفاشر يعني انتوا بتتمنوا شنو في مقبل الايام يحصل؟ بتمنوا بحياه يعني بلد يكون فيه امن وامان، ما يكون فيه اي تفلتات. نعم. ده بس الكلام دايرين كلام سيران يعيشوا مع بعض. نعم شكرا، ان شاء الله ربنا يصلح الحال. ده تفاح الجبل برضو. ده تفاح الجبل زهد. بلد فيها خير وفير ما شاء الله. خيرات ما شاء الله جميله والله. دي الابصرة انت ندست ب 2700 وده ما برضو ابصرة مو ده برضو ابصرة، ده كله حق جبل مره. يا سلام. ده كله فواكه جبل مره. فواكه جبل مره ان شاء الله ربنا يصلح الحال ان شاء الله.